يوسف أستاذ العلوم السياسية وحل النزاعات في الجامعة العربية الأمريكية. دكتور يوسف، مرحبا بك. كيف تفسر لنا هذا المشهد الذي تابعناه منذ ثوان مع الزميل خالد بدير مراسل الغد، الذي رصد لنا حجم الدمار الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور الشمس؟ العديد من المنازل دمرت بالجرافات الإسرائيلية وأيضا بالقذائف والصواريخ التي أطلقت من طائرات الاستطلاع. نعم، صباح الخير لكم وللسادة المشاهدين والمشاهدات. يعني هذا السلوك الاحتلالي يعني جزء من يعني استهداف الضفة الغربية. تحاول إسرائيل أن توصل رسالة أنها قادرة على خوض معركة في أكثر من جبهة، وأنها تستبيح كل الجبهات، يعني إبادة جماعية في قطاع غزة وحرق الأرض في الضفة الغربية. يعني كان هناك اقتحامات يعني في أكثر من مخيم وأكثر من منطقة. إسرائيل لا تستطيع أن تحقق أهدافها، وأصلا عندما تفوت إلى المناطق الفلسطينية تحديدا في الضفة الغربية ما فيش هناك أهداف محددة، ربما الوصول إلى بعض المقاومين أو بعض المقاتلين في زقاقات المخيمات في شمال الضفة الغربية وفي كل الضفة الغربية، لكن في نهاية المطاف حينما لا تستطيع أن تصل إلى هؤلاء المقاومين تقوم يعني بعمل عقاب جماعي، تجريف الأراضي، الدخول إلى المنازل، تكسير الممتلكات، اعتقال يعني الأهالي وكبار العرم، وكأن هناك مقاربة، يبدو أن هناك مقاربة إسرائيلية نفسها، اقتحام المستشفيات، قتل الصحفيين، تدمير الحياة في قطاع غزة، تحاول أن تستنسخ هذا النموذج يعني السيء يعني في بعض المناطق في الضفة الغربية، وبالتالي يعني جزء من هذه الحراكات وهذه الاعتقالات وهذا القتل المباشر للمواطنين في الضفة الغربية وفي غزة هو أيضا إرضاء لليمين المكون اليميني سموتريش وبن غفير اللي هم جزء من حكومة الاحتلال وجزء من الكابينيت المصغر لنتنياهو، وبالتالي هي محاولة لإرضائهم من أجل إرسال رسالة طمأنة للمستوطنين أن جيش الاحتلال يعمل ليل نهار وأن الطرق يعني آمنة وأن حياتهم في الضفة الغربية يعني لا مساس فيها، بالرغم أن إسرائيل تخوض حرب وعدوان وإبادة جماعية يعني على الفلسطينيين في قطاع طيب غزة. ورغم كل ما فعله الاحتلال من هدم وكما تفضلت لإرسال بعض الرسائل إلى المستوطنين بأن هذه المناطق التي يستوطنونها هي مناطق آمنة، هل هم يشعرون بالأمان بالفعل؟ هم لا يشعرون، حتى وان يعني بتعرف يعني حتى تم توزيع السلاح على المستوطنين جديدا وفي هناك يعني حراسات مكثفه، في هناك تواجد لجيش الاحتلال وفي هناك يعني استهداف للفلسطيني بهذا الشيء، هم لا يشعروا بالامان ما دام الفلسطيني موجود يعني في المناطق يعني القريبه منهم، استخدموا كل الاعمال القذره، بتعرف في هناك ايضا شكل من اشكال توزيع الادوار ما بين جيش الاحتلال والمستوطنين، كل الاعمال القذره عاده الجيش او جزء منها بعطيها للمستوطنين من حرق يعني الكره من حواره الى طرمس عيا الى عريف الى قتل الفلسطينيين يعني في حقول الزيتون الى استهداف السيارات التي تمر على يعني على مختلف الطرق في الضفة الغربية، وبالتالي شعور اللا أمن هو موجود، لكن بتعرف هذه قواعد انتخابية تصوت لليمين وتصوت لسموتريش وبن غفير وتصوت حتى لنتنياهو وحزب الليكود، لذلك في هناك شكل من أشكال المغازلة وإرسال الرسائل الواضحة أن إسرائيل موجودة على الأرض وأنها لن تسمح بأي حالة انفلات وأنها تقوم بالهجوم كأفضل طريقة للدفاع وأنها موجود في قلب المخيمات الفلسطينية والمدن الفلسطينية تعتقل وتقتل، وبالتالي الرسالة فيها مضامين سياسية وفيها مضامين استراتيجية وفيها مضامين طيب. حتى يعني نفسية. طيب على ذكر بتسليل سموتريتش، نحن تابعنا أحدث تصريحاته التي قال فيها يجب البحث عن مجموعة من الدول التي تستطيع أن تستضيف الفلسطينيين من قطاع غزة. ما هي الرسائل الظاهرة؟ الظاهرة ربما واضحة، ولكن نسأل عن الرسائل الخفية وراء هذا التصريح. يعني اسمه سموتريتش هو لا يلعب دور، تعرف اليوم حاليا في عنا إشكالية كبرى في دولة الاحتلال، هذا تقسيم الصلاحيات ما بين المجلس يعني الوزاري المصغر الكابينيت أو المطبخ السياسي اللي موجود فيه سموتريتش وحزبه وبن غفير وكل أطياف الحكومة، ومن جهة أخرى في عنا أيضا مجلس الحرب اللي موجود فيه نتنياهو وجالانت وغانس وآيزنكوت
ومجموعة أخرى من ضباط يعني الأمن السابقين. أنا برأيي أولى هذه الرسائل يحاول أن يوصل رسالة لنتنياهو أن عليه أن يعطي صلاحيات أكبر للمطبخ السياسي، المطبخ السياسي أو الكابينيت تم إهماله بشكل كبير في هذه المرحلة منذ يعني 7 أكتوبر، وهذه العملية المتدحرجة في قطاع يعني في قطاع غزة. الرسالة الثانية ربما للقواعد الاستيطانية التي تصوت له أنه ما زال على فكره اليميني الأصولي، وأنه قادر على هذه التصريحات، وأن في هناك مخاطب لدول مثل يعني نيوزيلندا وأستراليا وكندا يعني بأهمية استضافته وفتح أبوابها للفلسطينيين. وأنا برأيي الرسالة الثالثة بعتقد هي ربما للجناح المعتدل داخل يعني مجلس أزمة الحرب لغانس، وحتى للإدارة الأمريكية. بتعرف هاتين الشخصيتين متحفظ عليهم بشكل كبير في الدول الغربية وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وكأنه يوصل هذه الرسالة في اتجاهات مختلفة أننا موجودين كحزب، موجودين كقوة داخل الحكومة ونستطيع أن نصرح. وبالتالي هذه التصريحات فيها شكل من أشكال ربما الإعاقة والتخريب على فتح مسار سياسي تحاول دولة الاحتلال تحديدا بيني جانس وجالانت أن يقوموا بتعزيزه في ظل التورط الإسرائيلي، تورط جيش الاحتلال في الوحل الغزاوي يعني في هذا الاتجاه. دكتور، أشرت إلى المطبخ السياسي للاحتلال الإسرائيلي، هذا المطبخ لماذا فشل حتى هذه اللحظات في طبخ طبخة تؤكل أو مسرحية حتى تقبل؟ أعرف هذه الحكومة أكثر حكومة بائسة في تاريخ إسرائيل وأكثر حكومة فاشلة، وهذه الفوضى العارمة يعني من سموتريتش إلى بن غفير إلى كاتس إلى كل يعني أقطاب هذا المطبخ السياسي، هؤلاء الناس ليس لديهم خبرة لا في إدارة الدولة ولا في إدارة العسكر ولا في إدارة المعركة ولا حتى في إدارة وزاراتهم، أجوا من يعني فتات الأحزاب الدينية التي تتغذى على الشعارات وتتغذى على قتل الفلسطينيين هنا وهناك، وبالتالي لا يمتلكون الخبرة المهنية والخبرة الإدارية التي تؤهلهم لإدارة دولة مثل دولة الاحتلال. هذه دولة صراع ودولة دم، هي دولة فيها يعني كثير من نقاط القوة خاصة يعني الجيش في هذه المرحلة. لذلك أعتقد أن الحكومة الحالية يعني الكل يدرك بما في الإدارة الأمريكية والمستوى السياسي ومجلس إدارة الحرب أنها لا تستطيع يعني أن تدير أي عملية صغيرة أو كبيرة، وفيها خلافات كثيرة، هم يتصارعون على المناصب وعلى الامتيازات وعلى الضمان الاجتماعي وما إلى ذلك، ويحاولوا أن يرسلوا رسائل إلى قواعدهم الانتخابية اللي هم بالمجمل دولة مستوطنين، يعني من يصوت لهم هي دولة المستوطنين في الضفة الغربية. وحتى كان في هناك مقاربات أن من حق إسرائيل حسب سموتريش وابن كبير أن يكون لهم دولة دينية داخل الضفة الغربية في ظل وجود دولة مدنية في 48. فهؤلاء الناس يعني حتى في فكرهم السياسي وفي تصريحاتهم يعني هم لا يمثلوا لا منظومة قادرة على إدارة الفكر ولا إدارة المعركة ولا حتى إدارة وزاراتهم. وبالتالي كان من السهولة بمكان إنه مجلس الحرب يأخذ كل صلاحيات هذا المطبخ السياسي البائس واليائس. طيب دكتور، هناك مشهد ربما يحتاج إلى تفسير، لماذا نرى بعض الدول تقدم مساعدات إلى قطاع غزة وتدعي أن لإسرائيل الحق فيما يسمى بالدفاع عن نفسها، وبعض الدول الأخرى التي تطالب بعدم استهداف المدنيين وفي الوقت ذاته تقدم الأسلحة الفتاكة إلى الاحتلال الإسرائيلي ليضرب به الفلسطينيين في قطاع غزة وفي أي مكان آخر؟ يعني هذا جزء من النفاق الغربي، هذا جزء من النفاق الغربي الذي يدعي يعني أنه داعم لمنظومة حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الأطفال والديمقراطية والتحولات الديمقراطية. باعتقادي هذا يحاول أن يوازن يعني هذه الدول بما في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية من بريطانيا إلى ألمانيا إلى فرنسا إلى إيطاليا اللي بتحكمها أحزاب يعني أحزاب اليمين بشكل أو بآخر وفيها يعني نفوذ لدولة الاحتلال، هي تحاول أن توصل رسالة أنها طبعا رسالتها الواضحة أننا مع إسرائيل ومع انتصار إسرائيل في هذه المعركة وفي هذه الإبادة، لكن الإصرار أو أحيانا تناول الوضع الإنساني وإدخال المساعدات والممرات الإنسانية ربما لتخفيف العبء من ردة فعل الرأي العام. في هذه الدول أيضا في هناك رأي عام ومظاهرات وفي هناك إعلام وحركات تضامن مع الفلسطينيين وفي هناك يعني حركات حقوق إنسان، لذلك هي تحاول أن توازن ما بين هذا الصلف في دعمها لنتنياهو
ولحكومه الحرب في نفس الوقت التي توصل رسائل يعني لقواعدها الانتخابيه، بتعرف الحزب الديمقراطي الجناح الليبرالي والاشتراكي وحتى اليساري داخل الحزب غير راضي تماما عن اداره بايدن، وبالتالي بايدن يحاول ان يوازن ارسال دعم هائل لاسرائيل في نفس الوقت التي تخرج فيه التصريحات اننا داعمون للممرات الانسانيه ولعوده الفلسطينيين ولعدم التهجير، وبالتالي في شكل من اشكال التوازن ما بين دعم اسرائيل من جهه ومحاولة تلبية مطالب وطموحات بعض القواعد الشعبية والرأي العام المصوت لهذه الحكومات وهذه الأحزاب، لكن بالمجمل هو شكل سافر من أشكال النفاق السياسي التي تمارسه الحكومات الغربية في هذه الحالة. وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة دكتور يوسف، هل اقترب أم أنه لا يزال بعيد المنال؟ أنا برأيي اقتربت العمليات الكبرى، اليوم بيسموها يعني البيج اوبريشنز أو الجراند اوبريشنز، هاي العمليات الكبرى اللي من خلالها إسرائيل يعني دخلت إلى قلب جباليا وقلب الشجاعية، ودخلت إلى قلب يونس وقلب مناطق المخيمات الوسطى، هي دخلت لكنها يعني لم تسيطر، وهذا القتل بشكل كبير يمكن أن يتوقف، ليس لاعتبارات مرتبطة يعني تخفيف يعني عدد الشهداء الفلسطينيين وعدد يعني الضحايا الفلسطينيين، لكن لأنه في هناك مقاومة شرسة تواجهها إسرائيل، هؤلاء المقاتلين موجودين فوق الأرض وتحت الأرض، اليوم إسرائيل مقاربتها حتى للميدان أنا برأيي خاطئة، المقاومين خرجوا من الأنفاق، إسرائيل تركز على الأنفاق وبتجيب بعض الصور، تسوق بعض الصور على أنها وجدت أنفاق، وهذا في شكل من أشكال التسويق السياسي والتسويق الإعلامي، لكن اليوم يعني قسم كبير من المقاتلين في قطاع غزة خرجوا فوق الأرض، هم موجودين بين الأنقاض، موجودين في زقاقات المخيمات، وبالتالي يواجهون إسرائيل يعني بجرأة كبيرة ومن مسافة قريبة جدا. لذلك أنا بعتقد أنه نتيجة لهذه الخسائر وعدم وضوح الأهداف السياسية عند المستوى السياسي، ربما تنتقل إسرائيل إلى مرحلة ثالثة تكون موجودة فيه يعني في أطراف المدن وأطراف المخيمات، وتستخدم المعلومات الاستخبارية لاستهداف يعني مجموعة من الناس أو مجموعة من المقاومين في نفس الوقت الذي ستبحث فيه عن مقاربة سياسية، الولايات المتحدة الأمريكية تدفعهم بشكل واضح يعني من خلال جانس وجالانت وأيزنكوت وبعض قادة الجيش أنه لا بديل عن مقاربة سياسية، المقاربة السياسية تعني أن جيش الاحتلال سيبقى في قطاع غزة خارج المناطق السكانية، لكن في نفس الوقت يبحثون فيه عن هدنة سياسية تؤدي أو هدنة إنسانية تؤدي إلى وقف إطلاق النار، لكن أعتقد وقف إطلاق النار بالشكل النهائي راح يأخذ وقت يعني ليس أسابيع وإنما شهور. بالتالي هنا دكتور أيمن يوسف، إلى أي مدى خابت التوقعات الإسرائيلية بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمدة التي كان يتوقعها الاحتلال لتحقيق هذه الأهداف؟ الكل بدأ يدرك يعني داخل مجلس الحرب يعني من بيني جانس وجالنت بدأوا يدركوا لعبة نتنياهو، نتنياهو هو وضع هذا الإطار يعني الزمني غير المحدود، لم يضع أهدافه بشكل منطقي وبشكل واقعي، احنا بنقول بالسياسي إذا أردت أن تنجز يجب أن تكون أهدافك قابلة للتحقيق، تورط الجيش اليوم في مقابل في إسرائيل تقول أن الجيش الإسرائيلي يضغط على المستوى السياسي لإعادة تعريف الأهداف، لا يمكن القضاء على حركة مقاومة ممتدة يعني في أوساط الشعب الفلسطيني، ولا يمكن أن تحرك الأسرى من خلال بالتالي هنا دكتور يوسف السؤال الكبير، هل بنيامين نتنياهو خدع الجميع في إسرائيل جيشا وساسة والرأي العام أيضا الشارع الإسرائيلي؟ أنا بعتقد نعم، هو معروف أنه ثعلب السياسة الإسرائيلية والصهيونية، وأنه أكثر رئيس وزراء في دولة الاحتلال استمر في الحكم تقريبا 16 أو 17 عام، وترك أثر كبير على إسرائيل من الداخل ومن الخارج، وله ألاعيبه وله تكتيكاته المختلفة وتدريبه وإلمامه باللغة الإنجليزية وعلاقاته مع الغرب، لذلك نعم وضع أهداف غير قابلة للتطبيق طبعا ظنا منه أن هذه المعركة كلما طالت أطالت في عمره السياسي، وبالتالي هو استهداف للمعارضة، استهداف حتى يعني لبعض شركائه داخل الحكومة، وأيضا حتى توريط الجيش، معروف أنه نتنياهو علاقته بالمستوى العسكري يعني ليست كما يجب، علاقة شك مع المخابرات ومع الموساد ومع كل منظومة الأمن، لذلك هو يحاول أن يضع هذه الأهداف العليا غير القابلة للتطبيق ربما يعني لاعتبارات ميدانية لاعتبارات تكتيكية ولاعتبارات شخصية أيضا.
أشكرك شكرا جزيلا ضيفنا من جنين الدكتور أيمن يوسف أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا. ونذكر مشاهدينا بأن